أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام، ويا هلا فيكم مرحبا من فرع جدة شارع الستين شمال دوار الفلك أمام البيت. ومن قسم الملابس النسائية توفرت الطرح الملونة السادة وبألوان متعددة، سعر القطعة 5.75 ريال. هلا لا، الألوان جدا جميلة وراح تلاقوا خيارات متعددة وتناسب حتى الهدايا. ومن قسم الملابس النسائية شوفوا معايا هذه البلوزة الحلوة، قماشها قطن وبسعر 5.75 ريال. هلا لا، طبعا تفرق باللون الأزرق بمقاسات. ولو كنتوا حابين تاخذوا البلايز او التيشيرتات الخفيفة والعملية كمان راح تلاقوها عندنا وبسعر 5.75 ريال. هلا للقطعة الواحدة. الليمون وين ما ينحط يطلع القطعة جدا جميلة، سواء كانت اواني او حتى ملابس. تيشيرت عليه طباعة ليمون وبسعر 5.75 ريال. هلا لا، شوفوا معايا كمان القطعة الحلوة هذه وبنفس السعر الرهيب. حابة تهدي امك او خالتك او اي احد عزيز عليكي، شوفوا بلايز الستات الحلوات وبسعر 5.75 ريال. هلا لا، بصراحة شكلها مرة جميل وهدية أنيقة. طبعا هذه تيشيرتات خفيفة وعملية وجدا مناسبة للبنات وحتى لستات البيت، سعرها ولا أحلى. قسم الملابس النسائية جدا واسع وخيارات متعددة وما راح تنتهي، سواء المخطط أو السادة، الكم الطويل أو القصير، والألوان الفاتحة أو الغامقة راح تلاقوها وتاخذوا القطعة عندنا بسعر 5.75 ريال. هلا لا. ومن قسم الأقمشة كمان شوفوا معايا الاسترتش الثقيل بألوانه وبشكله جدا جميل، تخيلوا أنه سعر المتر بس 5.75 ريال. هلا لا، طبعا تقدري تفصلي منه فستان لأغلى وأعز من عندك. كمان متوفر بألوان سادة وجدا جميلة الاسترتش الثقيل، والمتر بسعر 5.75 ريال. هلا لا. من قسم الأقمشة كمان راح تلاقوا أقمشة السهرات بألوان متعددة ومختلفة وسعر المتر ب5.75 ريال. هلا لا، ممكن تشاركوني إيش ممكن تعملوا فيها وإيش استخداماتكم بالأقمشة الحلوة. ولأجمل متابعين وكل اللي كانوا ينتظروا وصول إضاءة السيلفي الخاصة بالجوال وفرناها لكم في قسم إكسسوارات الجوالات وبسعر 5.75 ريال. هلا لا، اللي ما لحق عليها يلحق. ومن قسم التحف والهدايا راح تلاقوا تولات المسك والعود، ممكن تعبوها بأجمل وأحلى الروائح وتنفع كهدية للغالين وبسعر القطعة الواحدة 5.75 ريال. هلا لا. من قسم التحف والهدايا راح تلاقي أجمل التحف اللي راح تزيني فيها غرفة أطفالك، سواء كانوا الأولاد أو البنات، وحتى غرفة ضيوفك راح تقدري تزينيها وبسعر 5.75 ريال. هلا لا، للقطعة الواحدة. ومن قسم الإكسسوارات شوفوا الجمال اللي توفر عندنا اليوم، علاقات الدمى القماشية طبعا بألوان وأشكال متعددة، سعر القطعة 5.75 ريال. هلا لا، صراحة جدا جميلة وأحلى هدية لبنتك راح تكون تعليقة العرايس. شوفوا معايا التشكيلة الواسعة والخيارات اللي ما راح تنتهي، تخيلوا أن القطعة بس ب5.75 ريال. هلا لا، أشكالها ناعمة مرة كيوت. قسم الألعاب اليوم مدلعكم على الآخر، شوفوا معايا الألعاب الجديدة اللي توفرت كمان، راح تقدروا تاخذوا القطعة بسعر 5.75 ريال. هلا لا، أطفالك يستحقوا الأفضل والأجمل. والدمى القماشية كمان متوفر بألوان وأشكال جديدة وجدا رائعة، ألوانها ملفتة للمواليد وحتى للأطفال الحلوين. شوفوا معايا من قسم الألعاب المنتج اللي راح يفيدك جدا لك ولبنتك وحتى لأطفالك، وفرنا لكم النظارة البلاستيكية، طبعا تقدر تستخدميها في الرياضة وتقدر تستخدميها كلعبة لأطفالك وبسعر 5.75 ريال. هلا لا. وبقسم الألعاب راح تلاقي أجنحة الأميرات لطفلتك الحلوة وباللون الوردي أو الفوشي وبسعر 5.75 ريال. هلا لا، القطعة الواحدة. ومن قسم الألعاب الساعات البناتية والولادية بشخصيات كرتونية وسعر القطعة 5.75 ريال. هلا لا. من قسم الألعاب كمان راح تلاقوا جهاز المساج وسعر 5.75 ريال. هلا لا، طبعا بيعمل على شاحن، جدا مفيد لثروة الراس ولا أروع. ولدك بعد اليوم راح يعرف جميع أنواع الحيوانات بشكل جدا ممتع.
البنات صايرين يحبوا الميك اب على الاخر، وفرنا لهم اياها على شكل العاب وبسعر 5.75 ريال هلله للمغلف الواحد. اكثر من 50 صنف في قسم الالعاب راح تلاقوا عندنا، وسعر القطعه او المغلف ب 5.75 ريال هلله. كل امنيات اطفالك واحلامهم في الالعاب راح تتحقق اليوم عندنا. شوفوا معايا التشكيل الواسع من الالعاب اليوم، وتخيلوا انه القطعه بسعر 5.75 ريال هلله. كمان حتى الاولاد، لو كانوا اطفالك اكثر من ولد، لهم ولاصحابهم ولعائلتك الحلوه راح تلاقي جميع الالعاب اللي راح يحبوها وتناسبهم وبسعر 5.75 ريال هلله. من اكثر الالعاب اللي راح يحبوها اطفالكم الالعاب الحركيه وكمان الاصوات. شوفوا معي التليفون المتحرك بجرس وبسعر 5.75 ريال هلله القطعه الواحده. أعطي بنتك فرصة تطلع إبداعاتها وخيالاتها الجميلة وتصنع إكسسواراتها بنفسها من قسم الألعاب، وفرناها لكم وبسعر 5.75 ريال هللة. وأكيد زي ما ندلع بناتكم راح ندلع أولادكم بأجمل الألعاب وبسعر ولا أروع. ألعاب الأطفال من قسم الألعاب بسعر 5.75 ريال هللة، راح يحبوها أطفالكم مرة. لبناتك أو لبنتك وبنت أختك نفس اللعبة والجمال وبسعر 5.75 ريال هللة القطعة الواحدة. طبعا حجمها متوسط، جدا جميلة. كمان أطفالكم الحلوين ما نسيناهم، يستحقوا أفضل الهدايا بعد المنصة وبسعر ولا أحدى. وبالحجم الصغير راح يكون 3 قطع وبسعر 5.75 ريال هللة. من أفضل ألعاب للأطفال هي الألعاب التعليمية، وفرنا لكم ألعاب الحيوانات التعليمية للأطفال وبسعر 5.75 ريال هللة للمغلف. متنوعة ومتعددة بالأحجام والأشكال والأنواع. ولدك بعد اليوم راح يعرف جميع أنواع الحيوانات بشكل جدا ممتع. ومن قسم الألعاب راح تلاقوا حجار الكيرم وبسعر 5.75 ريال هللة للمغلف الواحد. ومن قسم الألعاب راح تلاقوا حتى الألعاب العائلية، جلساتك مع أخواتك ومع قرايبك الحلوين راح تنبسطوا بسعر ولا أروع. سعرها 5.75 ريال هللة. والأحلى وأجمل أطفال راح تلاقوا المكعبات بجميع الأشكال والأحجام، وسعر القطعة 5.75 ريال هللة. من أكثر الألعاب الممتعة لك ولطفلك بنفس الوقت التلوين، راح تلاقوا قطعة قماشية مع ألوانها وبسعر 5.75 ريال هللة. ويا هلا بالألعاب الجماعية والمفيدة والتعليمية بنفس الوقت ولا أروع. لعبة تشريش من قسم الألعاب وبسعر 5.75 ريال هللة. ومن قسم الألعاب الكور القماشية من شركة جدا معروفة بسعر 5.75 ريال هللة، تنفع لأطفالكم ووليدكم، وحتى إذا كنتوا تربوا بيسس ممكن تشتروا لهم أجمل الألعاب وبسعر ولا أروع. ومن قسم الألعاب وفرنا لكم فقاعات البانيو، واستمتعوا بأحلى وأجمل شاور وبسعر 5.75 ريال هللة للقطعة الواحدة. طبعا تقدروا تاخذوا الأشكال اللي تعجبكم السعر ولا أحلى. تنفع كمان تحطوها بوكس هدية لكل عزيز وغالي. ومن قسم الألعاب سيليكون التوتر راح يفيدكم ويرخي أعصابكم وبسعر 5.75 ريال هللة. راح تلاقوا جميع المنتجات ومن أجمل وأحلى الشركات وبسعر 5.75 ريال هللة. دللي أطفالك اليوم، عندنا في مجمع شامل وبسعر ولا أروع. كل الألعاب اللي في بالهم وبخاطرهم وبسعر 5.75 ريال هللة.